ازيك شباب، رجعنا لكم في فيديو جديد. النهارده فكره الفيديو بتاعنا حماس جدا. هنلعب النهارده روبلوكس وسلسله جديده، سلسله العاب. فدلوقتي هنلعب وعايزين نوصل سوا ل 20 لايك، او مش هقول يعني عدد اللايكات. وعايزكم تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وكل حاجه وجرس وكل حاجه، عشان بس انا متحمس. فيلا هنبدا دلوقتي يا جماعة. طبعا انا حريف في روبلوكس. ممكن نعمل سلسلة تانية، شيك بوينت. شيك بوينت يا جماعة، ماشي. ممكن نعمل سلسلة انا وكريم ابن عمي كيمو سترونج. فان شاء الله هتعجبكم. نعمل بقى سلسلة بابجي، العاب بقى كده حلوة. عديتها يا جماعة. حضرتك يا جماعة دلوقتي انا مخسرتش، ودايما ده اللي هيبين لكم ان انا حريف في روبلوكس. اختي طبعا يا جماعة ممكن تلعب برضو معايا انا وكريم، بس عشان دلوقتي مش فاضية. بس يا عم انت كمان، دي اللي انا بخسر فيها على طول. زي ما انا قلت لكم دي صعبه جدا، بس انا واحد كريم علمني حركه ممكن نعملها من الجنب هنا كده. دي بتبقى اسهل، عشان التانية بتبقى كيرف مايلة. جماعة طبعا انا وقعت مرة واحدة. يا رب. والله امشي يا عم. نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ نضربه؟ وقعته. طبعا يا جماعة روبلوكس مش سهلة ولا صعبة، هي حلوة لعبة مسلية كده. يا نهار ابيض، وقعت يا جماعة. هي طبعا لا و انا عايزكم بقى تقولولي ايه رأيكم في الفيديو اللي فات بتاع اغنية سنة بنودعها. وراكم حطيت الصور. انا برضو عملتها في قناتي القديمة اللي هي كابتن ميمي، بس هي اتقفلت مش عارف ليه. سيبتوا لو كتبتوا كابتن ميمي اغنية سنة بنودعها جنبها هتلاقوها. فايه وقعت. فهتلاقوها وعليها 1400، عدد كبير جدا. فانا عايزكم تشتركوا فيها وفي قناتي دي طبعا. وعايزكم مشاهدات برضو زي ايه، زي القناه القديمه، زي الاغنيه اللي فاتت بتاعت القناه القديمه. ايه ده، نوعت ازاي يا جماعه؟ ممكن ما نعملهاش كلها النهارده، ممكن نعملها على اجزاء. ليه ممكن ما كملهاش النهارده؟ هنا الحته الصعبه اللي انا بتلخبط فيها جدا، دي اصعب حته في بقى. يلا هو لا ما تتحركش عشان خاطري. الحمد لله. لا 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 لا، بقول لك احنا صحاب صحاب. يا لهوي، شوف انا هوقعك، انا هوقعك يا جماعه. يلا لا، شكلي انا اللي بوقع نفسي. ما توصلش ما توصلش يا جماعه. دي اصعب حته بقى، دي اللي بتاخد مني. يا نهار ابيض، ان شاء الله هعديها ان شاء الله بسم الله. ايوه كده. يا لهوي يا لهوي، صعبه يا جماعه موت. الولد عداها، بس يعني
اصعب واحده وجايبينها طويله، يا سبحان الله، واسهل حاجه جايبينها قصيره، مش عارف ليه. نهار اسود، لازم كنت احط التاشت بتاعي جماعه. طبعا انا بحب تاتش، بحب اقولها التاشت، تبقى حلوه كده، تبقى فيها حبه استظراف. تاشت، شوف الواد ده ايه ده، الواد ده كمان هيوقعني ولا انا هوقعه؟ وهو اللي وقع لوحده، شكلي انا كمان هقع. ليه شكلي انا اللي هقع؟ شكلي انا اللي هقع. لازم يا جماعة اوزن ايدي يا رب. النبي مش عايز انا عند الاخيرة وقع. انا لو وقعت يا جماعة هطفي الفيديو، انا بقول لكم تحدي، لو وقعت هطفي الفيديو، لو وقعت هطفي الفيديو، انا بقولها قدامكم. الحمد لله مش هطفي الفيديو، انا كان عن نفسي مكنتش عايزة اطفي الفيديو. ايه ده، ازيك يا صاحبي؟ هوقعك مرة. لا 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 لا، حاسب كده. لا اهو، تعالى 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 تعالى، هجيلك. طب فكرني ايه؟ سبقتك يا حبيبي، انا غبي قوي، انا كنت ماشي ازاي. الواد اهو. طب تعالى يا جماعه، مش عارفه انا الموبايل ماله. انا مرات يا لهوي، انت سبقني يا ابني الذين. هجيله، تعالى لي يا حبيبي، تعالى لي يا بابا. ايه ده، ده مستنيني، احنا بقينا اصحاب صح؟ اسكت يا اسكت يا هسابقك. تعالى يبقى حته الاكس. سبقته عشان انا يا نهار ابيض، انا محتاج. ايه ده، مين دي كمان؟ ايه ده، هيسابقني ولا يا رب؟ هو فين؟ ازيك يا صاحبي؟ ده لسه في اول واحده، ربنا يكون في عونها يا رب. كلنا ندعي يا جماعه بالرحمه اللي هو يوصل. ودي يا جماعه لو لمستها خسرت. ايه ده، مخسرتش. قلتلكم مينفعش المسها، بس هو اللاج مساعدني. شفتوا اهو؟ لا لمستها كده اهو، ما لمستهاش، ما لمستهاش، ما لمستهاش. كنت المس الصفرة، ما لمستهاش. حته ايه ده، ليه ده انا واقف في نص بيحزق. طب نجربها كده تاني. لا لا، ما عمل ايه ده صاحبي؟ يخسر يا صاحبي، انت موقفني في مش عارف انا مال، انا مالي يا عم. ما تعدي يا عم، ما تستنيش يا عم، استنينيش. خلاص بقى يا عم، خسرتيني انا عارف حبيبي. يلا والله لا هجيبك. لا شوف بقى، احنا لازم نركز. شوف يا جماعة كده، ممكن اقف لحد هنا في الفيديو. متنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشوفكم الفيديو الجاي. سلام.